السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتابعين شيوات أم العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد سباكيتي. سباكيتي على الطريقة التركية. صراحة أنا شفت هذه ضجة، قلت علاش مالي انا مني من عباد الله نجربها ونشوفها كيف غتجي. فهي هذه الطريقه ما بعيداش على واحد الطريقه كتمريها لنا واحد الصداقه، في واحد الصديقه في منتدى اناقه مغربيه كانت معانا، الاسم ديالها لطيفه. فهي كانت كدير هذه المكونات كلها في الطنجره ديال الضغط، واو ميم طون معاها سباكيتي بلا ما تسلق، وكطيب وكتجي الروعه. كنا جربناها وعجبات بزاف ديال البنات منا. فاليوم غادي نديرها على الطريقه التركيه بلا ما نسلقوا سباكيتي بلا ما والو، كنديروها مباشره في الطاوه، نديروا معاها الخضر اللي عندنا وندخلوها للفران. كتجي روعه روعه بزاف، وعن تجربه. فاش جربتها عجبتني وقلت اجي نعاودها نشاركها مع البنات، يعني مع المتتبعين ديالي. فغادي نحتاجوا لهذه الوصفه جوج معالق كبار ديال صلصه لامايونيز، غادي نحتاجو عطريه المكسيكيه، هنا 250 غرام ديال الكفته. فالكفته ممكن تعوضوها تقطعات ديال اللحم ديال الدجاج، اولا غير جنيوحات كبيدات اللي كاين في الدار. هنا كيف كتشوفوا فلفله خضراء والحمراء والصفراء مقطعين مكعبات صغيره. غنحتاجو دريز ديال الثومه، شويه ديال الجلبانه، شويه هنا ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، وغادي نحتاجو طبعا السباكيتي، وغادي نحتاجو واحد الصلصه ديال الطماطم. هاد صلصه الطماطم كنت وجدها معكم من قبل، فغادي نحط لكم الرابط ديالها. كتجي لذيذه وممكن تستعمل في ليبات في كل شيء، وممكن كنغمسوها غير هكا، غير هنا ما دايرش لها القزبر والمعدنوس فقط. فغادي نشرعوا في الخدمه وغادي نوجدوها مع بعضياتنا. فغادي نشرعوا على بركه الله وغادي ندوزوا للطريقه. فغادي ناخذ السباكيتي ديالنا، غادي نقسمهم على زوج، وغادي نديرهم هنا في الوسط. بحال هكا والله البنات غادي تقول لي كي اللي غيقول لك اش من طريقه هذه اش من. فكل بلد وكي كيوجد، فكنعرفوا ان لي بات معروفه بهم الايطاليين، فالتركيين ما شاء الله عليهم. غادي نحطها هنا في الوسط كيف كتشوفوا هكا. فغادي ناخذ الفلافل وغادي نديرها هنا في هذا الجنب. فهنا كيف كتشوفوا درت الفلافل، خديت الفلفله درتها هنا، غادي نديرها حتى من هنا. بحال هكا غادي ناخذ دابا جلبانة. غادي نزيد شويه فقط، غير شويه. المهم الخضر ديروا الخضره اللي عندكم واللي متوفره عندكم. هنا غادي ناخذ الكفته ديالنا وغادي نديرها دي بول. فهنا كيف قلت لكم غادي ناخذ الكفته، غادي نديرها كويرات وغادي نديرهم هنا في الجنب. كيف قلت ممكن ديرو حتى تقطعه ديال اللحم، تقطعه ديال الدجاج، ولكن ديجا تكونوا دايرين فيهم العطريه يعني بقوامهم، ماهمش حارين ما والو، مي غيكونوا ملذين بالعطريه. هنا الكفته ممكن ديرو شنقول لكم غير 200 غرام، 10 دراهم ديال الكفته. كنعرفوا الكفته كتلذت السباكيتي وكتجي فيها غزاله. بحال هكا حتى نكمل. كيف كتشوفوا مني كملت هذيك الكفته اللي عندنا، دابا غادي ناخذ ونديروا العطريه. طبعا هنا هذه كنت صورتها معكم ديجا، العطريه المكسيكيه اولا ديال لي بات اللي هي هذه، غادي نديروا منها. فهنا كيف قلت لكم غادي ندير هذيك العطريه توابل، فهمتوا، ندير شويه ديال لي بات كتجي لذيذه فيها.
هذه غزاله البنات طيبوا بها لي بات وديروها في الحشوات صافي. فالثوم كنت غادي نحك ضريس ديال الثوم، فما غاديش ندير ضريس ديال الثوم، وانما غادي ندير شويه ديال الخضره يابسه اللي كنت صورت معاكم، كتعطي واحد المذاق غزال. اللي ما عندوش ما يديرهاش البنات، هادو حوايج كنعطيهم لكم الا كانوا متوفرين، ما متوفرينش ما غنديروا والو. اللي ما عندوش حتى هذيك العطريه المكسيكيه ما غيديرهاش، غيدير شويه ديال الملحه، شويه هنا شوفوا شويه ديال الثوم بودره، غادي قلت لكم يدير شويه ديال الملحه شويه ديال البزار صافي. هنا غادي ندير الربيع، صافي غادي ندير هنا تقريبا جوج معالق كبار ديال المايونيز، كتجي غزاله وكتعطي واحد المذاق لذيذ صافي. دابا شنو غادي نولي نضيف الملحه، غادي ندير الملحه يعني حتى حاجه، الفران راني دايره حتى يسخن، وغادي نجي هنا وسط ديال السباكيتي كيف كتشوفوا، وغادي نفرغ فيها الزيت. هنا درت زيت زيتون، فممكن ديروا غير الزيت العاديه، علاش كنديروا وسط السباكيتي باش ما تلصق ليناش وتجيناش معجنه، هي راه ما تتعجنش لكن كدار الوسط تقريبا واحد نصف كاس. فهنا كيف كتشوفوا خديت معلقه كبيره هذه ديال الطماطم مصبره وغادي نديرها، ومن بعد غادي ندير يطرو ديال نص ديال الماء غليان اللي غادي نفرغوه فوق من هاد المكونات كامله. قلت يطرو نص ديال الماء في 500 غرام ديال الكفته، الا غنديرو غير 250 غرام فيطرو كافي ديال الماء، والماء يكون طايب ما نديروهش بارد. فهادي ماشي يطرو نص، غادي نزيد هذا يطرو، غادي نزيد نص يطرو. هنا كيف شفتوا قلت لكم غادي نطيب الماء وغادي نزيد الماء، فضروري نزيدوه طايب خاص تغطى لينا. هانتوا شوفوا الكميه ديال الماء شحال، ودابا غادي نبدا نخلط هاد المكونات كامله باش كلشي يدار لينا مع بعضياته على هاد الشكل، باش تدخل العطريه وكل المقادير مع بعضياتها، ما تجيش بلاصه فيها وجهه ما فيهاش. هانتو شوفوا راه سباكيتي محلوله صافي. صافي دابا غادي ناخذ البابي سولفاريزين وغادي نغطيها وغادي ندخلها للفران. الفران سخناه على 200 درجه، فالعافيه تكون شاعله غير من التحت ما تشعلوش من الفوق ومن التحت، ونخليوها طيب. غادي تاخذ لينا واحد ساعه الا ربع في الفران صافي، وغادي نخرجوها وها هي غتكون واجده. كيف كتشوفوا السباكيتي مني طابت، هانتو راك طيب كامله، ضروري نخليوها بحال هكايا يعني ماشي نخليوها حتى تشرب لميها كامله، لا ضروري نخليوها فيها المويه، لان هي ملي كتبدا تبرد كتبدا تعقد. دابا غادي ناخذ الطبيصلات وغادي نقدموها بالصحه والراحه،
وهذه هي سباكيتي ديالنا، فكنهزوها تنحطوها في الطبسيل وكنقدموها هكا كل واحد تنحطو ليه الطبسيل ديالو. هانتو كي كتجي، يعني ما كتجي لا معجنه لا يعني غزاله غزاله بزاف، وحتى اش نقول لكم حتى البنه لذيذه بزاف. وهكا نغيروا بها على الطريقه ديال السباكيتي اللي كنسلقوها ومن بعد عاد كنصايبوا لاصوص بوحدها، فهذه كطيب كلها في مره واحده. هذه هي الميزه اللي فيها الوحيده. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروحكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.